ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بالرباط الدورة الرابعة للجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التطبيق في مارس الماضي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وصادقت اللجنة على 4 مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار بقيمة إجمالية تقدر ب 36 مليار و 400 مليون درهم، ستمكن من أحداث أكثر من 14500 منصب شغل، من بينها 1900 منصب شغل مباشر و 12600 منصب غير مباشر. وستتكلف مجموعة المكتب الشريف للفوسفات بإنجاز مشروعين استثماريين من ضمن تلك المشاريع في إطار برنامجها الاستثماري الأخضر الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك محمد السادس في دجنبر العام 2022. انعقدت اليوم الدورة الرابعة ديال اللجنة الوطنية ديال الاستثمارات اللي رأسها السيد الرئيس الحكومة، واليوم تعطات المصادقة على بعض المشاريع اللي المبلغ الإجمالي ديالهم تيفوت 35 مليار ديال الدرهم، واللي غيخلق أكثر من 15000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وكانوا فيهم هنا بعض المشاريع ديال المكتب الشريفي ديال الفوسفات، وهذه المشاريع تجيو في اطار الاستراتيجيه ديال لو سي بي ديال اللي تقدمت لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. وكذلك اليوم تعطات طابع استراتيجي لبعض المشاريع ان شاء الله اللي من بعد يجيو يتقدموا لهذه اللجنه.